تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن الزيتون. بصوا بفضل احمر لحد ما يبدا اللون زي ما انتم شايفين، وزيت قليل اهو. عايزه اقول لكم يعني الرز الصياديه ده من الاصول البورسعيديه والدمياطيه، وطبعا اكيد اسكندرانيه برضو، لانه البلاد السواحل كلها ما شاء الله الاسماك عندهم. يعني اعرف اصدقاء ليا بيقولوا لي احنا 4 ايام في الاسبوع اسماك بس، احنا ما بناكلش زيكم لحمه وفراخ طول الاسبوع، احنا بناكل معظم ايام الاسبوع اسماك، ويومين بس هم اللي بيبقوا فيهم اللحمه والفراخ دول. فدي حاجة جميلة وصحية ورائعة الحقيقة. احنا يمكن هنا الأسعار عشان الانتقال بتبقى الأسعار شوية مبالغ فيها، غالية شوية، لكن هناك بجد الحاجة بتبقى طازة وبتبقى ليها طعم تاني وليهم وصفات كده يعني حقيقي خاصة بيهم رائعة، بنروح مخصوص عشان ندوقها وناكلها عندهم حقيقي بجد. تحية ليهم كلهم يعني. طيب هاخد كده بقى ايه منديل نمسح هنا، انا هرفع بقى البصل ده خلاص، وهنبدأ نتكلم مع بعض على الزيتون الأخضر. بصوا بقى عايزيني اخليه مفيش مشكله عندي للزيتون الاخضر. طبعا الزيتون بدا ينزل، بدا ينزل حجم التفاحي بتاعه. انا مش عارفه دلوقتي بقى ايه، بس ده احنا جايبينه امبارح او امبارح. بس التفاحي الكبير قوي لسه ما نزلش. التفاحي الكبير قوي ده الحجم الوسط ده اللي موجود في السوق دايما اللي هو ده، موجود كويس، لكن في اكبر منه، يعني انا بجيب كتير اكبر منه. فانا هقول لحضراتكم في طريقتين نقدر نحتفظ بيهم بالزيتون. اللي عايز سريع انا هقول لكم طريقتي، وده بيبقى ليه طعم كده مميز انا بحبه، في نسبه الليمون عاليه شويه، وده بيبقى سريع بياخد معايا من اسبوع ل 10 ايام وبقدر اكل منه. اللي بقى بحاول احافظ عليه، وطبعا الواحد بيسال دايما اهل الخبره والناس اللي بتعمل ده كتير، وانا يعني لما بسأل الناس اللي بتعمله بجد على أصوله زي أم إسلام كده قالت لنا أنا ما بحطش كل النسبة ليمون، بحط جزء ليمون وجزء المية والملح علشان يعيش ويقعد، ودي طبعا حاجة جميلة. أنا بقى الحقيقة كمان ما بقتش أشقه، بشق الكبير قوي شق واحد مش اتنين، لكن وبشقه قبل ما أكون بخلاص محضرة كل حاجة علشان بيعمل لون صفار كده ما بيعجبنيش لما باجي أخلل، ما بحس انه مش لطيف في البرطمان. فانا هبدا اجيب كده حاجه وننزل المقادير مع بعض يا نودي، بسم الله، ونبدا نشتغل ايه على المكونات. الاول هقول انا عندي ايه لتخليل الزيتون الاخضر. طبعا زيتون اخضر هقول على 5 كيلو زيتون. عندي ربع كيلو من الفلفل الحار المفروم، ممكن تزودوا لو انتوا حابين، اللي هو الرفيع الشطه الرفيع ده بيتباع البلدي، عارفينه اللي بيبقى ده بيبقى رائع. طبعا احنا ما لقيناهوش، فاحنا جبنا اللي هو القرون العادي وفرمنا منه شويه. عندنا ربع كيلو من الجزر مبشور، في ناس بتحب تحط جزر مبشور وجزر مكعبات، انا هحط الاثنين لان الجزر ده كمان بيتاكل بيبقى روعه مع المخلل. عندي كرفس، انا حاطه حزمه فرنساوي وحاطه من البلدي، يعني ده كرفس فرنساوي ده كرفس بلدي، حاطه الاثنين. عندي الليمون متقطع زي ما حضراتكم شايفينه كده، عندي معلقتين هريسه اختياري، وعندي توم. التوم تقدروا تحطوه شرايح او تقدروا تحطوه مفروم كده، انا الحقيقه بحبه يبقى ميكس مع بيدي طعم حلو، بس ما بنكترش، بنحط كميه معقوله. طبعا عندي عصير ليمون، عندي ملح، يفضل الملح الخشن لو انتوا عايزين. الميه اللي هستخدمها، بصوا الميه لازم تكون مغليه وهديت، بردت فتصبح ميه معقمه، مهم قوي موضوع الميه ده في المخللات، ومهم قوي تعقيم البرطمان كمان، لان ده من الحاجات اللي ممكن تأثر على ان المخلل نفسه يبوظ. اما بقى ان انا اجيب معلقه فيها ميه واخد كده وانزلها او اشطفها واروح مدخلاها تاني، لا، هنتكلم عن الاخطاء اللي بنقع فيها كلنا. بصوا انا بحمر البصله مع حضراتكم عشان تشوفوا بس اهي، وبصوا هنا الرز بدا فكره ان اللي احنا بنعمل كده في الخليط او في البصل، بصوا شايفين تدي تيست وطعم روعه اهو، شايفين الرز روعه ريحته تجنن. كل بقى التوابل الحلوه اللي حضراتكم عايزينها، اصلا كفايه بهارات السمك مع حبه جوزه الطيب وشويه كمون، وهيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده، سيبه بس يتشرب كده شويه مع نفسه، يطلع الرز روعه. طيب انا بشوح برضو هنا عشان اوري حضراتكم درجه البصل اللي انا وصلت لها للدرجه الغامقه زي اللي وريتها لحضراتكم.
ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. هنبدا بقى في عمايل الزيتون الاخضر. بصوا بقى، انا هاخد كده شويه من الثوم، في ناس تحبوا يتحط شرايح مفيش مشكله، طبعا على الكميه اعتقد ده كفايه قوي. وبحط شويه من الليمون كده متقطع مكعبات، مهم جدا موضوع الليمون ده، ممكن نزود كمان شويه. اصلا الليمون ده لما بيتخلل بيتاكل معاه بيبقى روعه. الكرفس هنحط نوعين الكرفس، انا بحط الاثنين، في ناس بتستخدم البلدي بس بيبقى حلو برضو، بس انا بدعم بالاثنين. بصوا عندي الفلفل اللي اتفقنا عليه الاخضر اهو، وعندي الجزر بحب احط منه شويه مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا لازم يبقى فيه مبشور. وهوريكم دلوقتي بس نقلب كده تقليبه كده هنا كده، شايفين؟ وهاخد كده زيك يا نودي، وهاخد كده هما بالظبط 3 معالق على الكميه هريسه. طبعا لو في الفلفل البلدي الاخضر بتاعنا هيبقى رائع، بس تمام انا بصراحه ما لقيتوش فقلت يعني اخد مكانه بديل. سلطه عجبتك ولا ايه ندى؟ ندى بتقولي دي شكلها حلو قوي، ينفع اكلها سلطه؟ مع الهريسه والليمون ني كده يا ندى. طيب طبعا احنا الزيتون ده كميه فيتامينز فيه، طبعا هو مذكور في القران الكريم طبعا، والتين والزيتون وطور سنين، مليان فوائد رائعه للجسم. عايزه اقول لكم كميه فيتامينز ومعادن وعناصر غذائيه بتظبط مستوى ضغط الدم، وبتحافظ على صحه القلب، وبتحمي من الجلطات وتصلب الشرايين. واهم حاجه نستخدم معاه بقى الملح اللي بقول لحضراتكم عليه، الملح اللي هو الخشن او ملح البحر، اللي هو نسبه الصوديوم فيه بتبقى قليله، ما فيهوش صوديوم، نسبته بتبقى بسيطه، لانه ده مهم قوي بالذات لمرضى الضغط. حرام اللي حبايبي بيبقوا عاوزين حاجه يعني بيحبوا المخللات بس ما يقدروش ياكلوا منها كتير. طيب طبعا. وبصوا بقى، الملح الخشن فيه ميزه، لما بنحطه في الفسيخ او في الحاجات اللي بنخللها دايما السمكه او الحاجه دي تاخد اللي هي عايزاه من الملح، لانه بيدوب شويه بصعوبه، تاخد اللي هي عايزاه وما تزيدش ما تهريهوش. الملح الناعم لا، بيدوب كله وبيتشرب كله، في ساعات بيزيد وساعات تقدد بيبقى زياده، هي كده. فهو في ميزه ان السمكه تمتص السوائل دي او نسبه الملح اللي هي عايزاه والباقي ما بتاخدوش. فالملح الناعم مختلف تماما، عشان كده احنا بنحاول نبعد عنه، برضو بيبقى من الحاجات اللي بتسوي المخلل بسرعه رهيبه. انا بس بدور على حاجه ادوب فيها، عايزه جار او حاجه. لا ممكن اخد في الجار بتاعي اللي فيه الميه ده، هاخد بوله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط فيها طبعا كل كوبايه عليها معلقه كبيره ملح، على حسب حضراتكم انتوا، مهم نسبه الملح برضو، لان نسبه الملح دي هي الاساس، لو قل يبوظ ولو زاد بيهري. بسم الله. فاللتر 4 كوبايه هنحط على الاساس، طب احتاجنا بقى هنزود، يعني هنشوف على عدد كميه الميه اللي هتاخدها اللي هياخدها الزيتون اهو. خمس معالق على 5 كوبايات، وهنبدا ندوب. انا بقى بحط حاجه، بحب احط الليمون سك، ما بخلطوش بالميه اللي بعمل فيها، ودايما بخاف ان الميه دي تاخد مني كل الحاجات قبل ما انا يعني اكون يتبقى منها شويه ما اعرفش احطهم فين، فدايما بامن نفسي. فالميه دي زي ما اتفقنا كانت اتغلت وسبتها بره لما تبرد عشان تتعقم، مهمه قوي الميه تبقى معقمه، والبرطمانات معقمه وليس بيها اي نقطه ميه، والمعلقه اللي انا هستخدمها تكون جافه تماما. نسبه الزيت مهمه، وبحطها في النص عشان لو حطيته في الاخر من على الوش ساعات بيتدلدق البرطمان، بيبقى بيفور ساعات
زي المشر كده، تلاقوه زاد ونزل، لازم يبقى تحتيه حاجة صينية أو حاجة تستوعب نسبة الإيه لو نزل منه زيت. فبحب أمن نفسي. طبعا الزيتون ما يتحطش مع إلا زيت زيتون. بصوا بقى اللي فيه خمسة، المربع اللي تحت في البرطمانات البلاستيك اللي فيه خمسة ده آمن جدا. لازم نبص في البرطمان حتى لو حضراتكم اضطريتوا، في مثلث كده تحت فيه العلامة دي بتبقى جواها رقم. لو مكتوب واحد يبقى استخدام واحد بس ويترمي، ما تستخدموهوش تاني، ما يفضاش وتستخدموه. حتى واحد ده بنلاقيه على ازايز الميه المعدنيه والحاجات دي اللي بتستخدم واحد، يعني استخدام واحد. انا شطفته بالخل، شطفته بالخل، مفيش اي مشكله خالص لو انت ما لحقتيش شطفيه بالخل خلاص. هعمل في الكبير شويه يستوعب معانا كميه كويسه. وده الازاز اهو، شوفوا جف ازاي، ما فيهوش حاجه، هو بالغطا بتاعه بيتعقم بكل حاجه فيه. هوري حضراتكم الاول انا عشان عندي هنا مش عارفه اخلط الزيتون. بصوا بقى الزيتون المفترض ان انا اعمل فيه شق صغير كده لو هي كبيره، بس انا شايفه ان حجم الزيتون ده مش محتاج، فبصراحه انا مش هعمل شق فيه، لازم تبقى قبلها. لو انا سبت الشق ده وسبت الزيتون شويه عقبال ما اجهز الحاجات هتلاقوه اصفر، عملت علامه كده مصفره وشكلها مش حلو، انا ما بحبش كده. فانا الزيتون بما انه كبير مش كبير قوي زي اللي احنا عايزينه، معلش انا هحطه زي ما هو مش هشقه، وده هيخليه يقعد معايا شويه احسن. حلو الكلام. ولما بيستوي انا بحطه في حاجه في الثلاجه، ما بحطوش بره بقى خلاص، خصوصا كمان في الحر. بصوا بقى هناخد من شويه من الحاجات الحلوه اللي هي الخلطه دي، وهنرج بقى لان انا مش عارفه ما عنديش حاجه كبيره جدا هنا اخلط فيه. احنا في البيت انا بجيب طبق كبير جدا واخلط فيه كل الايه الحاجات الحلوه دي مع بعض، يعني ايه كميه الزيتون دي، بصوا بخلط كله كده مع بعضه اهو، شايفين ازاي. وهنا ممكن احط كمان قرن كده تحت هنا، او قرنين مفيش مشكله اهو. وبعدين هنحط تاني، هفضل بقى كده لحد ما املى. اهم حاجه اكبسوه كويس. اكبسوه يعني ايه؟ يعني اضغطوا عليه كده، خلوه يعني تمام، ما يبقاش فيه فراغات. ماشي، واحده وقعت في الميه والملح، ما يجراش حاجه. هنحط بقى الكميه الحلوه دي، وهناخد كميه من الحبه اللي احنا عاملينهم دول. عايزه اقول لكم ده اصلا يعني بتبقى ميته وطعمه فوق ما حضراتكم تتخيلوا. شويه الهريسه دول عايزه اقول لكم هو مفيد كمان للجهاز الهضمي جدا، يعني كل الاضطرابات والقرح والالتهابات. ده احنا زيت الزيتون ده لو الواحد اتلسع، عايزين اللسع ما يسيبش اثر، اعملوا قطنه بزيت الزيتون الدافي. دافي ازاي؟ ان احنا نسخنه على بوله تحتها بوله ميه سخنه، ويتحط في بوله ازاز يدفى على الميه السخنه، مش يدفى يتسخن على النار. مش قادره اقول لحضراتكم بقى على جماله. ناخد كده قرنين فلفل برده، احنا حاطين فلفل على فكره جواه متقطع، يعني انا مقطعه في، بس طبعا الفلفل الصغير البلدي ده مفيش احلى منه. بصوا عايزه اقول لكم كمان بيعزز الجهاز العصبي كمان، بس مش بس الجهاز الهضمي. بيقال انه في بعض الدراسات بتقول ان الزيتون ده اكله سواء زيت زيتون او زيتون بيمنع او بيحمي من الزهايمر. بصوا عايزه اقول لكم يعني ايه معلقه زيت الزيتون دي شفا، وخصوصا لما بيبقى بيور اصلي. بصوا البرطمان الجميل ده بتاع النفس. ربنا يديك الصحة يا أم إسلام بجد والله العظيم، أول ما بشوفه بفتكرك. أنا يعني مش عارفة أقول لكم إيه، بعتت لي زيتون كان روعة بجد. بصوا بقى هحط شوية كده هنا، طبعا ده لسه إحنا عندنا زيتون تاني هنعمل بقى لسه فيه برطمانات هنقفل بقى. بصوا بقى شايفين، نكبس كده كبس حلو خلاص. انا ما شقتش ده، ما عملتش فيه شق، هو حجمه مش ايه مش كبير قوي خلاص. ادي البرطمان زي ما حضراتكم شايفين كده، شويه بقى كده من دول. بعدين هاجي، معلش اسمحوا لي هقلع دي، هاخد زيت الزيتون بسم الله، هحط شويه الاول تقريبا ممكن على البرطمان ده نص كوبايه او كوبايه زي ما انتم عايزين، بس بتدي طعم حلو قوي وبيفضل حميه خلاص اهو. تعالوا بقى نبدا
نحط عصير الليمون اول حاجه، ويفضل الليمون الفريش. بسم الله. هامله لربعه كده. فين لحد وصل لحد فين؟ هشوف مع حضراتكم حالا. ولازم تسيبوه كده عشان يطلع اللي فيه اهو، لحد هنا كفايه قوي. بس كده مش هحط تاني. انا هنا دوبت الملح، في زيتونه هربانه هحطها بسرعه. وهبدا. بصوا بنقلب. حاضر، الرز جنبي اهو بدا يتشرب، بس انا مهديه النار قوي. هوريكم الزيفور كده بشوكه اهو، شايفين اهو، خلاص في الاواخر يعني. انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، حضراتكم تجربوا وتشوفوا. الطعم حلو قوي بصراحه، البصل ده ادى طعم. انتوا فين فين ما جبتوا الرز؟ شفتوا شكل الرز؟ وريتوا اصدقائنا شكله؟ خلاص بصوا انا دوبت ازاي. انا عايزه من فضلكم الكاميرا على الرز عشان اصدقائنا يشوفوا شكل. ما انا فاتحاه. هو انتوا إيه؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ماشي حبايبي، تسلموا لي. ايوه ماشي. بصوا بقى، تسلم ايديكم. هاخد لوش كده وهبدا اخد من الميه والملح اللي احنا عملناها ونزود اهو. بسم الله بسم الله. اتفقنا الميه معقمه ومبرده. البرطمان ده لا، هيقعد له شهر 25 يوم ونكتب عليه. انا بكتب لو انا عملت مثلا النهارده مجموعه وبعد اسبوع عملت شويه. بصوا بقى، هاجي هنا هنا واروح مكمله كمان على الوش. لازم يا اما شويه ليمون يا اما بحط شويه زيت كده. شايفين ازاي اهو؟ عايزه وش البرطمان من هنا لو سمحت. ايوه شايفين الزيت لازم يتغمر، ما تسيبوش زيتونيه طالعه لفوق او مش مغموره تحت في الزيت، ما تسيبوهاش. خلاص هعمل ايه بقى في الوقت ده؟ همسك كده انضف كده بالراحه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كل الفقاعات اللي بتطلع من الجناب؟ التصوير لسه كان مخرجنا جايبها حالا. الفقاعات دي تسيبوه لما تطلع بره خالص، الهواء ده يطلع بره خالص. هخلي شويه الميه والملح دول للي باقي. وايه بصوا كده، شايفين عمال يطلع فقاعات ازاي؟ خليكم معايا لو سمحتوا. شايفين الفقاعات عمال يطلع من الجنب هنا اهو، كل ده لازم يطلع الهواء ده. خلاص هبدا بقى اخد ورق كيس ثلاجه اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيس ثلاجه كده نضيف، ولازم اكبسه اكمره وهتنيه كده نضيف خالص. وهحط، شايفين؟ الله، شايفين كده على الهنا. وهبدا اقفل. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين ازاي؟ نكتب التاريخ، بكتب ستيكر هنا او فوق هنا بورقه صغننه واكتب ده محجوز والله. ندى حبيبتنا مش هنهديها بحاجه، مش لازم نهديها زيتون، هديه عيد ميلادها. ده حضرتك مقامك عندنا اغلى من كده يا فندم. طيب تعالوا بقى ناخده هناك كده على طبق. بسم الله الرحمن الرحيم كده، حطه هنا. البرطمان بتاعنا الحلو ده انا الحقيقه بحب اقلبه برضو، بس ممكن تسيبوه اول يومين كده مقلوب كده وبعدين تبداوا تعدلوه براحه حضراتكم خالص. ادي الزيتون الاخضر التفاحي